هلو جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اليوم راح اسوي وياكم فيديو مثل ما تشوفون بالعنوان، راح انظف وياكم احذيتي. هذا فشي اسويه يمكن مره بالسنه. صراحه متى اشوف احذيتي انه وسخه من دا اطلعهم، انه دا اشوف اوكي يعني مو كلش وسخات. وبعض من احذيه اني بصراحه ما احب انظفها دائما، لان احب الشكل انه يكون حذاء مستعمل وشويه بوسخ. بس قبل ما نبلش بالفيديو اللي بعده ما مسوي سبسكرايب حتى تستفادون من هذا الفيديو. اللي مثلي ما يغسل احذيته او ينظفهم غير بس مره بالسنه، جمعوا احذيتكم حطوها هنا. تحتاجون فرش اسنان. انا بصراحه احب استخدم فرش الاسنان، فرش الاسنان شويه انعم، فهذولي فرش انا يعني زايده عندي فاستخدمهم بتنظيف الاحذيه. وعندي هذولي الطاستين اترس بيهم مي. حطيت مي بالطاسات، اثنيناتهم حطيت بيهم مي دافي، وهسه راح اضيف ديترجنت غسول الهدوم لوحده من الطاسات. smells good honestly، ريحته طيبه. خلي البس شفيات من هسه وخاولي تالف عندكم. انا هذا الخاولي تالف لان صار عليه بليتش مثل ما تشوفون وراح اللون. طبعا بنفس الوقت راح تشوفون الاحذيه مالتي. راح نبلش بهذا الحذاء، اشتريته قبل سنه او سنتين، اسمه نيكد وولف. شفتوا والله مو وسخ، بس هاي عندي هاي المشكله. كل الاحذيه هسه انتبهت عليهم، المشكله مالتهم بس القاعده، الباقي از فاين. فعندي هاي الفرشه اللي محطوطه بالتايد مال الهدوم. خلي احط خاولي، هذا السبب اني جبت الخاولي حتى من تبلل. وابلش انظف هيجي. تقدرون تستخدمون فرشة اكبر من هاي، بس انا اشوف انه هاي انعم شيء على الحذاء، ما اريد اشخطه. ما ادري بصراحه، انا ما مستخدمه اكبر. فانا دا استخدم هذا الديترجنت، ما دا استخدم غير ماده، لان اقدر انظف بيه القماش. هاي راح انظف بيها القماش. طبعا احس الرجل اللي اسوق بيها وادوس على البنزين هي الرجل الاوسخ. لازم اسوي هيجي حتى اشوف وانتم هم تشوفون. احس نظفت. واو، مع بالي هيجي وسخ، عبالي نظيف بصراحة، بس طلع عين مع اكثر. واو، هسه هذا اللي نظفته وهذا اللي بعدني ما نظفته. انا احس انه ماكو فرق هواية بصراحة. خلي انظفه وارجع لكم. طبعا الريحه مال غسل الهدوم احلى شيء بالدنيا، بس اتوقع البيت كلية راح تصير هاي الريحه. احسهم طلعوا بهوايه انظف هيك. صار يلمع. فهذا الحذاء جديد، يعني الوسخ اللي بيه كلش قليله، بس هسه اشوفكم شنو دا اقصد من ورا، شلون اوسخ هاي. تشوفون هاي الجهه قد وسخه، لان هاي الجهه اللي اسوق بيها وهاي الجهه لا، فراح انظف هاي الجهه. الحذاء ملابس تهواية مثل ما قلت لكم لان جديد، بس من هنا وسخ. هسه عندنا هذا الحذاء الاير فورس 1، هذا تقريبا اوسخ حذاء عندي مثل ما تشوفون، لان هذا استعمال يومي. من صار عندي هذا الحذاء لحد هسه انا يمكن منظفته بس مره واحده. انا دا اشوف طقع مال كافي وكليته جلد، فهذا تنظيفه راح يكون كلش سهل. نسيت استخدم هاي الفرشة القماش. اذا اريد انظف الليس اللي هو القيطان اقدر اشيله وادخله بالغسالة، بس ما بيحكي. جاي صدق عندي حكي وياكم، ليش دائما تقولوا لي غيري بستايلج؟ يعني ايش تريدون البس كعب وفستان؟ كلكم تطلبون هذا الشيء، بس وين اروح؟ كل شيء مسدود، انتظروا علي بس انتظروا. دخلت تفتح الكعوبه مالتي كليتها هيك احطها، ويوم واحد يوم واحد يوم واحد يوم واحد. لان حتى من اطلع واروح اماكن لازم اروح اماكن فارغه ما بها عالم، حتى ما احس بالذنب انه انا طالعه من البيت. فيعني اكيد ما راح البس كعب، شنو انما اقشمر نفسي، واني احب البس كعب وامشي و I don't know. You know what I mean. يعني الكعب ويا الفايب مالته، ما ينلبس الكعب بس هيك، لا لازم الفايب وكل شيء، يو نو. هذا الفرق بين الاثنين. اكثر شيء هي الطقع اللي موجوده هنا، هذا الفرق اللي كلش بارز.
والسول بصراحة من نانا، أحس أكيد بارس التنظيف. أريد أربط شعري، مدى أتحمل بعد. عندي هذا الحذاء هم نيكد وولف، أنا أحسه كلش نظيف، ماكو عليه أي وسخ سداء أشيك. بس عندي طقعة هنا سودة تشوفوها، ما أدري إذا تشوفوها، ما أدري. أنا الحذاء كل ما أشوفه إنه نظيف وراها أنظفه يطلع أنظف. راحت. بس انظف البيس مالته بسرعة ولو اني احسه كلش نظيف. فهذا مي مو طقع. هسه بس دا اسوي هيجي للقماش حتى اذا يكون عليه تراب مثلا يروح. عندي هذا الحذاء اللي هو نايكي OG Undefeated. القماش صاير فوق نظيف، ماكو عليه اي شيء. بالحذائين اكثر شيء الوسط مثل ما تشوفون هو الورق. هسه دا انظفه وانتبهت. الخالي كلش مفيد انه اوكي تمسحون الحذاء وبنفس الوقت هم دا تنظفوه وتمسحوه من التراب الصاير بالاماكن اللي ما مبين انه هي وسخه. من قدام اكو فرق اكيد، من ورا هم اكو فرق. انتو انتبهتوا انه اني اي حذاء ابلش بيه اقولكم هو نظيف بس اما انظفه وراها يطلع انظف؟ فلا تقولوا لي احذيتكم نظيفه اذا اني مره بالسنه انظف احذيتي ودا اشوف فرق. طبعا اني احط الاحذيه مالتي بالباكيتات، احاول كل الاحذيه مالتي ويا الباكيت مالتها حتى ما يدخل عليهم تراب. بس نبلش بهذا الحذاء نايكي اير. اللون محير اوكي بس هو وسخ. بلش بتنظيفه. طبعا كلش احب هذا الحذاء جايز، مثل ما انتبهتوا انا كلش واي احب اجمع احذيه سنيكرز حتى الهيلز بصراحه اثنيناتهم اشتريهم. بس اجتني فتره انه ما دا اشتري هيلز هسه بهالفتره او هاي السنه تقريبا ما اشتريت هيلز ابد، بس يمكن بدايه السنه لانه ماكو طلعات. طبعا هذا من انا جلدها موسخ. بس طبعا هذا الحذاء يمكن من 2016 او 17 عندي اياه، بس لحد هسه عبالك جديد. طبعا انا المي جبته للاحتياج، اذا وحده منهم تصير كلش وسخه انظف بيها، بس لحد هسه ماكو يعني وسخ. طبعا لان الحذاء تقريبا كله جلد بسرعه دا يروح الوسخ. باع الفرق. هذا الحذاء النظيف وهذا الوسخ. اكو خيط هنا ايو وات ذا فاك. طبعا استخدمت جداحه حتى ما اؤذي الحذاء. اوه هذا هم من الاحذيه الجديده مالتي، هذا بصراحه بعده يلمع كل شي ما بي، بس القاعدة بس من ورا ملابسته هواية فبعده كلش نظيف مثل ما تشوفون، بس القاعدة شوية بيها وسخ من هنا. هسه راح انظفها بسرعة. بس راح امسح الحذاء حتى اذا اكو عليه تراب يروح. طبعا نايكي ما ادري ليش عندهم 100,000 بوكس شكل يختلف، ما دا افهم ليش. هذا كلش نظيف، ما اتصور حتى يحتاج اجلفه صراحه لان ما بي حتى وصف. مهم ملابسته هوايه. راح انظفه بالخاولي. ننظف الحذاء. ما بي ولا شيء. اوه بعد عندي ثلاثة اراد لهم تنظيف. نبلش بهذا اوسخ واحد بيه. طبعا هذا بصراحة أنا أحب شكله يكون وسخ مثل Air Force One، ما أدري ليش بس أحب شكله يكون وسخ. خلي أشوف لكم الوسخ اللي بيه. القاعدة أكثر شي بيها وسخ. نانا عندي مشخوط فما أتصور تروح. جايز إذا تشوفون شكلي تغير لأن تعبت يعني نفسيتي تعبت شوي. مع بالي الوضع راح يطول هالقد. طبعا تعبت نفسيتي بس اريد اخلص فتشوفوني هسه يعني
صراحة اكو فرق بين الاثنين، تشوفون الفرق؟ حتى الوانهم هذا النظيف تبين اكثر الوانه، واضحة اكثر، خاصة من وراء احس اكو كومة فرق، الجوة القاعدة كلش بيها فرق. صار نظيف. عندنا الالفي، طبعا هذا حذاء وسخ لان كومه لبست بيه، فنبلش تنظيف. بعد الفرق صار يلمع. هذا اخر حذاء مثل ما تشوفون جديد، واحد من الاحذيه الجديده، فبسرعه راح ننظفه وننهي هذا الفيديو. يا رحمون، طبعا اللي جاب احذيته وقاعد ينظف وياي، وي ديد ذس اند ام سو سوري. يبوها شلون راح ادخل بالتشينز؟ اكو ظروف هنا لازم هيجي ادخل لها. امسحها. عالم يسالوني يوم شنو سويتي؟ نظفت احذيتي. ترى ايش سويتي؟ نظفت احذيتي. والله اتس نوت باد. واو ام اولموست دان. 2 hours later. I'm done. والله جايز جود فور مي جود فور يو. متى التعب. وذاتس ات جايز، مثل ما شفتوا خلصت احذيتي نظفتها وياكم، واتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو، واتمنى انه اكو بعض من عندكم نظفوا احذيتهم وياي مره بالسنه. اذا سويتوا سووا لي تاج على الانستغرام وكتبوا لي بالكومنتس احاول اصدقكم. وذاتس ات جايز، لا تنسون تسوون ثامز اب اذا استفاديتوا من هذا الفيديو، وسبسكرايب قبل ما تروحون، واني احبكم كلش هوايه، واشوفكم على المره الجايه. باي. خلي اشوف لكم الاحذيه. Yes. طبعا هياتهم الاحذيه عرضت لكم اياهم هنا، مفضلات ماتي ميد تو ذا تيبل، وهنا الباقيات.